اهلا بك يا محمود معانا النهارده منورنا، وعايزين نبارك لك على مسلسل مماليك وعلى دورك الرائع فيه، وعايزينك بقى تكلمنا شويه عن استعدادك للدور وترشيحك جه منين ومشاركتك في العمل بقى. مين اللي انت ما كنتش اتعاملت معاه قبل كده في المسلسل، وعلاقتك بقى والكيمياء اللي بينك وبين فيدرا بقى، وقول لنا الجديد عندك ايه؟ الاول خالص استاذ حازم فودة كنت هو صديق شخصي بحبه جدا وبحب شغله، فهو اللي رشحني لدور عاطف. قال لي انت كل المخرجين بيجيبوك في ادوار شريره وكده، فانا المره دي هغامر بيك وهجيبك في دور طيب يعني، وهو بالتالي اداني دور عاطف. كان بالنسبه لي تجربه جميله جدا ان انا اول مره اشتغل مع استاذه رانيا يوسف واول مره اشتغل مع استاذه فدرة، فبالنسبه لي كانت تجربه لذيذه جدا جدا جدا. الحمد لله الفيدباك بتاع الناس، الحمد لله مبسوط جدا بردود الافعال بتاعته. طيب اكتر رد فعل جالك كان مميز بالنسبه لك، او نقد جالك ضايقك مثلا على الدور بتاعك او على المسلسل ككل، ايه اكتر حاجه بدون؟ هو الحمد لله يعني ما جاليش اي ردود افعال سلبيه، بس كان كل الناس بتسالني على لون شعري، لان الناس مستغربه ان انا شعري لونه ابيض، فكنت بقول لهم على السوشيال ميديا والله العظيم يا جماعه ده يعني لون شعري الحقيقي، انا مش صبغه، مش بستخدم اي نوع صبغه يعني. بس طيب ايه الجديد بقى اللي انت بتحضر له؟ هل في حاجه في السينما او في حاجه في الدراما تاني، وبتستعد لحاجه في رمضان ولا لسه ما فيش اي حاجه؟ انا دلوقتي بصور مسلسل اسمه حد فاصل، تاليف محمد ابراهيم عوض واخراج استاذ تامر حمزه، بطوله نضال الشافعي. انا طالع شخصيه عابد، ده صديق نضال الشافعي في المسلسل، وان شاء الله يعني احنا بنصور دلوقتي وان شاء الله لما يتعرض يعجب الناس ان شاء الله. طيب في حاجه في الجانب السينمائي انت بتصورها او اتعرضت عليك وانت لسه بتاخد فيها قرار؟ انا السينما بالنسبه لي هي العشق الاول والاخير يعني، بس يعني مش عايز امثل سينما وخلاص، عايز اشتغل في فيلم مهم، فبالتالي هتبقى خطواتي في السينما هتبقى بطيئه شويه يعني.